مرة جديدة يؤكد التيار الوطني الحر، وهذه المرة من خلال مجلسه السياسي، أن لا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد لتجنب أزمة سياسية حقيقية تلوح في الأفق في حال بقيت القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على قانون. وفي اجتماعه الشهري برئاسة رئيس التيار الوزير جبران باسيل، كرر المجلس السياسي لاين لا للتمديد لمجلس النواب ولا لإجراء الانتخابات على أساس قانون 60. الحل الوحيد هو أن نختار بين ما يجري التداول فيه حاليا، أي بين قانونين، القانون المختلط يلي قائم على مبدأ أكثري ونسبي إنما وفقا لمعايير موحدة، وثانيا القانون التأهيل على أساس يضم أكثري على أساس الطائفة ونسبي على أساس الوطني، مع تأهيل أول وثاني. اليوم كل المداولات والاجتماعات تدور حول هذين الموضوعين، وعلى أساس يبقى فرصة أمام القوى السياسية أن تتفق على أحد هالقانونين. وأكد المجلس السياسي للتيار التزامه الإسراع في إقرار الموازنة بما فيه مداخيل وإيرادات جديدة لا تطال الطبقات الشعبية، على أن تترافق مع معالجة دستورية وقانونية تؤمن حصول قطع الحساب. كذلك تداول المجتمعون في التحضيرات للمؤتمر السنوي للتيار الذي سيعقد في مجمع البيال في 21 من آذار المقبل.